أحسن الله إليك. يقول السائل: قال الشيخ البسام رحمه الله في شرحه تيسير العلام: الأذان يراد به الإقامة. يقول: الأذان يراد به الإقامة، فهل يقال للعوام كلوا واشربوا حتى وقت الإقامة أم أن فيه لبس؟ لا لا، المراد بالأذان الذي على طلوع الفجر، والإقامة سمى أذان لكنها أذان خاص. إذا أطلق الأذان فالمراد به الأذان الذي على دخول الوقت، والإقامة تسمى أذانا ثاني الأذان، ولهذا قال صلى الله عليه وسلم: بين كل أذانين صلاة، يعني بين الأذان والإقامة صلاة نافلة. لكن إذا أطلق الأذان فالمراد به أذان الوقت وليس الأذان لإقامة الصلاة. نعم، والحكم يتعلق بالأول، الصيام يتعلق بالأول، ودخول الوقت يتعلق بالأول، فلا يجوز أنه يأكل ويشرب إلى أن تقام الصلاة. الحديث الذي مر بكم بين الأذان وإقامة، بين تسحر النبي صلى الله عليه وسلم وإقامة الصلاة قدر 50 آية، بينهم فرق. الرسول كان يمسك عند طلوع الفجر ويؤخر الإقامة. نعم، الحديث واضح في هذا. نعم، وليس مراد الشيخ عبد الله البسام رحمه الله أنه يأكل ويشرب إلى الإقامة، لا أبدا، ما يقول هذا. نعم، أحسن الله إليك. لكن مراده أن الإقامة تسمى أذانا. نعم، تسمى أذانا، ولكن الأذان إذا أطلق هو أذان الوقت. نعم.